وللوقوف على أوضاع التجار في خان الجمرك بعد شكواهم من قرارات السلطات التعسفية ضدهم، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. بحسب رواية التجار فإنهم من قاموا بإعادة إعمار هذه المحال في خان الجمرك بالموصل، هل مقبول أن تطالبهم المحافظة بإيجارات عن فترة لم يكونوا حتى قد عادوا لمحلاتهم فيها؟ سيدي، يفترض على الدولة أن يعني تعوض هؤلاء على ما خسروه من بضائع، من تدمير بنائهم لمحلاتهم التجارية على حسابهم الشخصي. الدولة يفترض بها أن تعوض هؤلاء وليس تحاسبهم على فترة آجارات لم يكونوا قد استغلوا هذه المحلات. فالأمر مختلف تماما. طيب، تواريخ المطالبات المرسلة للتجار من قبل المحافظة منذ عام 2017 والمدينة تمت استعادتها في عام 2019، يعني هل ترى منطقية هذه المطالبات؟ لا أبدا، لكن أنا أعتقد هذه المطالبات لها ما بعدها. هذه المطالبات هو للضغط على التجار وأصحاب المحلات لترك محلاتهم، ومن ثم مجيء مستثمرين من خارج المدينة يستولون على هذه المحلات. هذا أحد الأساليب التي استخدموها في المنطقة القديمة وفي مركز المدينة، وهذا السوق أيضا كباقي المناطق. ضغط على التجار، ضغط على أهالي هذه المنطقة، إما للبيع أو لدفع ضرائب أو لدفع يعني ديون سابقة، كل هذا من أجل مغادرة تركهم للمحلاتهم، ومن ثم يدخل مستثمر من خارج، عادة ما يكون من خارج المدينة ليسيطر على هذا التجمع التجاري، ومن ثم تتغير الأمور. هذه واحدة من الأساليب. في العراق للأسف أنه السابق للسياسي عندما يمارس العمل التجاري يضع عليه 100 علامة استفهام، لأنه المسؤول في السلطة التنفيذية أو التشريعية ويمارس العمل التجاري معناه سوف يستخدم نفوذه. لاحظ اليوم أغلب أصحاب النفوذ الذين دخلوا إلى الاستثمار والعمل التجاري هم أرباب السلطة، سواء من البرلمان أو من الحكومة. وهذه السابقة الموجودة وهذه الحالة الشاذة اللي موجودة فقط في العراق، لأنه ممارسة السياسة العمل التجاري معناه استخدام نفوذ، سواء كان سياسي أو عسكري أو برلماني أو جهة أخرى، وهذا الموجود على الساحة العراقية اليوم وخصوصا في المناطق المنكوبة منها الموصل. طيب، إلى أي مدى ترى أن الواقع القضائي في العراق يمكن أن ينصف هؤلاء التجار من الظلم الواقع عليهم، خصوصا أنهم قد وقعوا على أوراق تعفيهم من المطالبة بتعويضات؟ لا يوجد انصاف، لان هو من اين ياتي الانصاف ومن اين ياتي العدل؟ ياتي العدل من النظام السياسي ومن الحكومه، وهؤلاء مشكلتهم مع الحكومه، يعني مشكلتهم ليس مع ناس مستقلين حتى يلجأوا الى الحكومه ومن ثم هي تنظر في مشاكلهم وتحلها او تعوضهم او يعني تذهب تبعد عنهم هذا الخطر اللي الجاثم. هو نفسه عضوا في الحكومه سواء بصوره مباشره او عضوا في البرلمان بصوره مباشره او غير مباشره، فهو جزء من يعني خلينا نقول ذوي السلطه. هؤلاء لو تبحث عن اي مستثمر في الموصل في مناطق اخرى تجد اما خلفه كتله سياسيه او وزير او مسؤول كبير في الدوله. اضافه لذلك ان مؤسسات الدوله في الموصل ليس لها لا حول ولا قوه، هناك جهه متنفذه من الحشد الشعبي هي المتنفذة وهي صاحبة القرار، وهؤلاء مجرد واجهات موجودين يستخدمونهم من أجل أن تكون الأمور رسمية تمشي بطريقة رسمية وسمعة قانونية. أما في الأصل فالذي مسيطر على المدينة واستثمارها وتجارتها جميع هؤلاء هو من الحشد وميليشيات. ما هو تفسيركم لهذه القرارات الصادرة من المحافظة تجاه التجار ومطالباتهم بإيجارات مجحفة بالملايين ومنذ سنين في ظروف صعبة جعلت الحكومة نفسها تصنف المحافظة بأنها محافظة منكوبة؟ والله يا سيدي، أنا أعرف أنه محافظة نينوى ودوائرها مسلوبة القرار، سيطرة كاملة للميليشيات والحشد الشعبي، وهؤلاء مجرد واجهة لا حول لهم ولا قوة. ولا أعتقد هذه القرارات تصدر من المحافظة نفسها أو من دوائر الدولة المدنية التي في نينوى، وإنما هناك جهات خفية تضغط على هؤلاء ليمارس الضغط على أصحاب المحلات أو على أصحاب دور السكن في المنطقة القديمة وجميع الأسواق التي دمرت. هذا هو أصل المشكلة.
لكن لا يأتيك بوجه يعني باللباس العسكري وباللباس الميليشياوي الذي يرتديه، وإنما يأتي من خلال هذه القنوات التي يستخدمها للوصول. فالمدينة بحد ذاتها هي محكمة ومسيطر عليها من قبل الميليشيات، وليس لها أي قرار لا داخلي ولا خارجي. أنت تعلم سيدي أن إعادة إعمار محافظة نينوى بشكل عام ومدينة الموصل بشكل خاص معطل، هل يمكن تأطير هذه القرارات التعسفية تحت خطة الحكومة والميليشيات لتهجير أهالي الموصل منها؟ يا سيدي، اليوم كم سنة من انتهت العمليات العسكرية في نينوى، وفي كل يوم نسمع عملية إعمار. أين الإعمار؟ هذه المدينة القديمة والجانب الأيمن مدمر، جسور مدمرة، مستشفيات مدمرة. تصور الموصل مستشفياتها كرفانات ميدانية، وكأنما هم وحدة عسكرية متنقلة وليس مدينة. ثاني أكبر مدينة في العراق، من أين يأتي الإعمار؟ مجموعة فاسدين متولين هذا الأمر. تأتي الميزانية مخصص هذا المبلغ للإعمار، يأخذوا ويستفادون منه. لا يوجد شيء في الموصل قابل للحياة، لا البلدية ولا الصحة ولا الحياة الاجتماعية داخل المدينة ولا أي شيء، مجرد فاسدين ينهبون الميزانية المحافظة ويستولون عليها. المدينة مستهدفة، يجب أن ندرك أنه مدينة الموصل مستهدفة من الحكومة المركزية ومن النظام السياسي القائم. هذه المدينة تصور قبل أيام جاء رئيس الوزراء ووضع حجر الأساس للمطار، وفي اليوم التالي دمر هذا المبنى الذي يعني وضع عليه حجر الأساس. تصور بهذه الطريقة يتعاملون مع رئيس السلطة التنفيذية، كيف يتعاملون مع المحافظ ومع مدراء الدوائر؟ لا يراد هذه المدينة أن تنهض، لا يراد هذه المدينة أن تبنى، لا يراد هذه المدينة أن تشارك في الحياة السياسية، لا يراد هذه المدينة أن تشارك في إدارة الدولة. إقصاء كامل من 2003 وإلى الآن، وكثير من هؤلاء من يقطع أوصالها من الأطراف، منهم من يذهب إلى سهننا ويريد محافظة، ومنهم من يذهب إلى تلحفر يريد محافظة، وهكذا تقطع أوصال هذه المدينة التي كانت تسمى سلة غذاء العرب. الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.